أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة لقاء العمالقة في الشطرنج اللي بتمتزج فيها الدراسة مع المتعة. وفكرة السلسلة إننا في كل فيديو بنستضيف أحد أبطال العالم أو أحد أقوى اللاعبين في التاريخ، وبنتكلم عنه من وجهة النظر التاريخية، وبنعرف أهم البطولات وأهم اللاعبين في عصره وكذلك أهم إنجازاته، وبعدين بنستعرض أحد أدواره المشهورة وبنحللها وبنستمتع بأفكاره. وأثناء استمتاعنا بالنقلات بنحلل النقلات والأخطاء اللي ارتكبها الخصم وإزاي هذا البطل استطاع إنه يستثمرها. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 4 هنستضيف فيه بطل العالم الحالي ماجنوس كارلسون. ماجنوس كارلسون دنماركي، واتولد 30 نوفمبر 1990، وهو بطل العالم الحالي منذ 2013. ويعتبر ماجنوس كارلسون ثاني أصغر بطل العالم وثالث أصغر لاعب حصل على لقب جراند ماستر وعمره 13 سنة، وده اللي جعل العالم ينظر له على إنه المعجزة الجديدة للشطرنج على مدار التاريخ. وحصل على بطولة العالم في 2013 لما فاز على بطل العالم الهندي فيسوانسن آناند، وفي مايو 2014 حصل على أعلى تصنيف في التاريخ وهو 2882. دافع عن لقبه أمام آناند مرة تانية في 2014 واحتفظ باللقب، وكمان فاز ببطولة العالم في الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف، وبذلك احتفظ في نفس الوقت بأقوى 3 ألقاب في الشطرنج العالمي. وفي شهر يونيو 2016 ظهرت القائمة الجديدة لتصنيف اللاعبين، وكان فيها كارلسون اللاعب رقم 1 في الشطرنج التقليدي وفي الشطرنج السريع وفي الشطرنج الخاطف. كارلسون معروف بأسلوبه الهجومي من بدايته وحتى لما وصل إلى أعلى مراتب اللاعبين العالميين، وهو بيختلف عن الغالبية العظمى من لاعبي العالم علشان بيتقن اللعب بمختلف الافتتاحيات، سواء كانت بدأ الملك أو بدأ الوزير أو الافتتاحيات غير المنتظمة، وبذلك بيصعب على أي لاعب إنه يحضر له قبل المباريات. وكذلك بيتقن بامتياز اللعب الموقفي واللعب في مرحلة نهاية الدور، وده اللي جعل الخبراء يقارنوه ويضعوه في مرتبة واحدة بل يمكن أعلى من أبطال العالم السابقين جوزيه راؤول كابابلانكا وأناتولي كاربوف وفاسيلي سيميسلوف. دور رقم 4، ماجنوس كارلسون بالأبيض ضد جراند ماستر سيرجي دولماتوف الروسي وتقييمه 2560، والدور ده اتلعب في موسكو 2004. يلا نشوف الدور. نايت F3 F5 D3. الأبيض بيلعب النقلة دي علشان لو عاوز يتحول إلى الافتتاح الإنجليزي ممكن يلعب C4، وكمان النقلة دي بتساعده إنه يلعب E4. والأسود رد D6، ربما دي أفضل رد للأسود. دولماتوف واثق من نفسه وما خدعتهوش نقلة كارلسون، ورد الأبيض بE4 نقلة مثيرة للاهتمام. الأبيض عادة في الموقف ده ممكن يلعب G3 أو ممكن يلعب C4 ويتحول للافتتاح الإنجليزي ضد أحد أشكال الافتتاح الهولندي أو هندي الملك. على أي حال الأبيض لعب E4 ورد الأسود E5 نايت C3، ويبدو أن الأسود وصل للتوازن في الدور. نايت C6 E takes F5، دي أفضل فرص الأبيض للوصول إلى التفوق، والأسود رد ببيشوب takes F5. النقلة دي رغم أن هي بتبدو عادية جدا إلا أن مشاكل دولماتوف هتظهر من وراء هذه النقلة. ومن الغريب ان النقلة نايت جي اي 7 هي اللي بتوصل الاسود للتساوي في مرحلة الافتتاح، يعني مثلا لو دي 4 اي دي 4 نايت دي 4 نايت دي 4 كوين دي 4، ودلوقتي الاسود بيلعب نايت تيكس اف 5 والاسود فاز بتيمبو، وده اللي هيخليه يوصل للتوازن لانه هيكسب نقلة ممكن يستغلها في تعبئة أحد قطعه المتأخرة في التعبئة. ولكن على أي حال الأسود في الموقف ده لعب ب
بيشو تيكس اف 5 وهنا رد كارلسون بالنقلة القوية دي 4 ولكن الاسود رد نايت تيكس دي 4 ومرة اخرى دي افضل نقلة للاسود في هذا الموقف. لو الاسود حاول ان هو يفوز بتيمبو ويلعب الاي 4 الابيض مش مجبر على انه يحرك الحصان بل انه بيستطيع انه يرد بلعب مضاد بواسطة الدي 5 ودي نقلة قوية. ودلوقتي اذا اي تيكس اف 3 دي تيكس سي 6 بي تيكس سي 6 كوين تيكس اف 3 والابيض طالب الفيل والبيدق والاسود متأخر في التعبئة ومن الواضح ان الابيض له الموقف الافضل. لكن على اي حال الاسود هنا لعب النقلة الصحيحة وهي نايت تيكس دي 4 وكمل الدور نايت دي 4 اي دي 4 كوين دي 4 نايت اف 6 بيشوب سي 4 نقلة قوية من كارلسون بيسيطر على الوتر الطويل. والاسود رد سي 6 نقلة منطقية الاسود عاوز يقفل طريق الفيل على الوتر ذو المربعات البيضاء علشان يقدر يبيت في جناح الملك. لكن كارلسون لعب نقلة قوية تانية وهي بيشوب جي 5. كارلسون بيعشق الهجوم ودلوقتي هو سايب بيدق سي 2 ولو الاسود ما خدش البيدق الابيض هيبيت في جناح الوزير ولكن الاسود رد بالرد القوي بي 5. نقلة الاسود بي 5 بتدل على ان الاسود منتبه تماما لان دي افضل نقلة في الموقف ومفيش نقلة افضل منها. بيشوب بي 3 بيشوب اي 7 رغم ان النقلة دي نقلة طبيعية إلا إنها بطيئة جدا في هذا الموقف وكان لازم الأسود يسرع باللعب. أفضل نقلة عند الأسود بدال البيشوب E7 كان ممكن يلعب H6 عاوز الفيل وبيكمل التفريع كوين E3 تشيك كينج D7 بيشوب تيكس F6 كوين تيكس F6 كاسل لونج. ورغم إن الملك الأسود في منتصف الرقعة إلا إن موقف الأسود أكثر مرونة من اللي حصل في الدور. لكن على أي حال الأسود في الموقف ده كمل بيشوب E7 وهنا كارلسون بيت في جناح الوزير ودلوقتي الموقف في صالح الأبيض لأن الأسود متأخر في التعبئة وملكه لسه في منتصف الرقعة وما يقدرش يبيت في أي جناح من الأجنحة. كوين D7 الأسود لو ملعبش كوين D7 وحاول انه يقفل طريق الفيل عشان يبيت في جناح الملك ولعب دي 5 دي نقلة سيئة والابيض هيرد بروك اتش اي 1 ودلوقتي الاسود لو كمل خطته وبيت هيرد الابيض بكوين اي 5 بهجوم مزدوج على الفيلين والابيض هيفوز بقطعة. ولذلك في الموقف ده الاسود ما حاولش يبيت في جناح الملك ولعب كوين دي 7 وكمل الدور روك اتش اي 1 بيربط الفيل على الملك والاسود حاليا ما يقدرش يبيت في جناح الوزير او في جناح الملك ولذلك لعب كينج جي 8. ودلوقتي اصبح المسرح مهيئ لكارلسون علشان يعمل هجوم ناجح واول نقله لعبها روك تيكس اي 7. كارلسون اتخلص من المدافع عن الحصان اللي على الاف 6 والفيل الاسود كان عنده مهام دفاعيه هامه مفيش اي قطعة هتقدر تعوضها وكمل الدور كوين تيكس اي 7. دلوقتي الحصان اصبح مربوط على الوزير وعلى الملك. اذا الاسود ما خدش بالوزير واخد بالملك ده هيبقى خطأ فادح. بيشوب تيكس اف 6 تشيك جي تيكس اف 6 روك اي 1 تشيك كينج جي 8 كوين تيكس اف 6 تشيك عاوز الملك وعاوز الرخ والملك ما يقدرش يجي في السي 7 وإلا الأبيض هيلعب روك سي 7 ويربط الوزير ولذلك كينج سي 8 ولكن الأبيض مش هياخد الرخ وهيلعب روك اي 7 والأبيض هيفوز. ولذلك بعد التضحية الهائلة دهيت الأسود لازم ياخد بالوزير وكمل الدور كوين اف 4. كارلسون كل نقلة عنده بتهديد ودلوقتي عنده التهديد المزدوج عاوز الفيل وعاوز بيدق دي 6 بالرخ بكش وموقف الاسود بينهار. بيشوب دي 7
وهنا كارلسون لعب نقلة مذهلة نايت اي 4، الحصان دخل اللعب النشط، ودلوقتي ما يقدرش الاسود ياخد بالحصان علشان مربوط على الوزير، والابيض بيهدد ياخد على الاف 6 او ياخد على الدي 6 حسب النقلة بتاعت الاسود، والاسود رد بالدي 5. الاسود لو ملعبش الدي 5 وحمى حصان اف 6 بالرخ، الابيض هيرد نايت تيكس دي 6 بالتهديد كوين بي 4 وبعدين كوين اي 5 تشيك ميت. واذا الاسود دافع بالاي 5 هيرد كوين دي 4 عاوز كوين بي 6 تشيك ميت، والدفاع الوحيد كينج سي 7، وهنا هيرد الابيض ببيشوب اف 4، وابسط تهديد هو النايت اف 5 بكش بالكشف، وفي نفس الوقت عاوز الوزير والابيض هيفوز. ولذلك في الموقف ده الاسود رد بدي 5 وكارلسون رد بنايت تيكس اف 6، والاسود طبعا ما يقدرش ياخد ببدا الجي على الاف 6 والا الفيل هياخد ويربط الوزير على الملك والابيض هيفوز. ولذلك الاسود رد ب اتش 6 بيشوب اتش 4 جي 5. يبدو ان الاسود قدر ينجح في الدفاع ودلوقتي هو هيفوز ماديا، لكن كارلسون عارف ان كل ده اوهام ولعب كوين دي 4 والاسود سلم. افضل دفاع عند الاسود في الموقف ده ان يلعب روك اف 8. طبعا لو الاسود ملعبش روك اف 8 ولعب جي تيكس اتش 4 هيكمل نايت تيكس دي 5 عاوز الوزير وعاوز الرخ، والابيض هيفوز بسهوله. ولذلك افضل دفاع عند الاسود هو روك اف 8 نايت تيكس دي 5 عاوز الوزير سي دي 5 كوين دي 5 عاوز الرخ روك سي 8، وهنا هيلعب الابيض بيشوب جي 3، والابيض حاليا متفوق ماديا وعنده التهديد ببيشوب دي 6 ويفوز بكمان فرق. ولذلك الاسود في الموقف ده سلم. والدور ده لو تلاحظوا كارلسون كان بيلعبه وعنده 13 سنة، الحقيقة موهبة خرافية. أرجو أن تكونوا استمتعتم واستفدتم بالمعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم في سلسلة الدراسة والمتعة، لقاء العمالقة.